حلقة جديدة بعد غياب من برول ستارز. إذا برول ستارز طلبتوها كثير إنه نرجع نلعبها، أنا تركت اللعبة تماما، ولكن تلبية لرغباتكم رجعنا لنجرب حلقة برول ستارز جديدة بسلسلتكم المحبوبة أكثر شيء، يلي هي تفجير صناديق حتى الموت. اليوم نفجر صناديق، عنا مجموعة من الصناديق لنشوف شو ممكن يطلع لنا، وبعدين نجرب نلعب بالشيء اللي بيطلع لنا. اللي بيعرف من زمان السلسلة بيعرفها، ما بيعرفها بيقدر يرجع يشوفها، فيها حماس، فيها أشياء، يعني هذا هو الكلام. بس عن جد إذا هاي الحلقة ما بتوصل لألف لايك وألف شير، معناتها أنتوا ما كتير حابين إني أنا أعمل برول ستار. أنا عملتها مع إنه أنا فكر إنه اللعبة ماتت، ولكن إذا هاي اللعبة عايشة وأنتوا بتحبوها، أنتوا واجبكم إنه تنشروها وتبعتوها لعند أصدقائكم مشان يشاهدوها ويحمسونا ويلعبوا معنا. إذا هنبلش بتفتيح صناديق يا أصدقائي ونشوف شو ممكن يطلع لنا. هل في شيء مفاجأة بهاي الحلقة؟ هل نضطر نستعمل السحر الصيني يلي كنا نساويه من زمان؟ السحر الصيني مستعمله كنا بالحالات الحرجة لما نفتح كتير صناديق وما يطلع معنا شيء. ولكن اول شيء حنبلش نفتح هيك صناديق لنشوف شو الوضع. يا ريت تكتبوا لي شو اخبار برول ستارز، عم تلعبوها ولا ما عم تلعبوها؟ شو الالعاب اللي عم تلعبوها هالايام؟ هل جربتوا تي اف تي، لعبه الموبايل الجديده اللي نزلت؟ انتم خصوصا لعبه الموبايل والتابلت، لعبه تي اف تي عملنا لها الحلقه الماضيه حلقه. اذا حابين تلعبوها فيكم تروحوا تنزلوها، صارت متوفره على اندرويد وعلى الاي او اس، وهي لعبه كتير يعني بتوقع ممكن توصل لمكان كتير كبير، مشان هيك لحقوها من اولها اذا تكون تحترفوها او تلعبوها او كذا. وطبعا انا عم بسجل هذا المقطع وانا بالبث المباشر، البث المباشر على twitch.tv/1gengen1. ما بلعب كتير بالبث المباشر برول ستارز للصراحة، لانه هي متعبة كتير، يعني ما فيك تلعبها لساعات طويلة. ملعب العاب تانية، بس تي اف تي هي اللعبة اللي عم بقول عليها ملعبها بالبث المباشر. ملعب ليجند اوف رونيتيرا وهيرثستون، يعني العاب بنحكي مع بعض بنتسلى، قصص من هذا النوع. لغاية هلا ما طلع لي يا حبيبي اي شيخ. اوه لسه ما كملت الجملة، ما صار. وساندي، اذا ساندي اللي ما بعرف عنه اي شيء طلعت لي، وهي شغلة حلوة. انا عم ايش معكم لحظة، انتم كثير منكم تعرفوا ساندي او هيك شيء ما بعرف، ولكن يلي ما بيعرف ساندي مثلي ما بعرف اي شيء عن ساندي. ساندي بطل يعاني الارق، ما بتنام يعني. يملك القدرة التحكم في الرمال، ساندومان. بامكانه رمي او ساندمان، ما بعرف ساندي رجل ولا امرأة، لانه الكتابة شبابية بس المعنى والشكل نسائي. بامكان رمي الاعداء بحصى حاد، شايف يرمي يعني واحد، ما هو لولي هذا ساندي واحد ولا واحدة حيرونا. كما بامكانه استدعاء عاصفة رملية لاخفاء زملائه في الفريق. سبورت يعني، ما فهمت. هنروح لهون ونجيب ساندي ونعمل تحديد. فينا نعمل له ترقية؟ لا طبعا ما في عندنا طاقات. هذا هو ساندي، نعسان ساندي مثل ما هو ظاهر، نعسان على الأخير. طبعا أغلب الناس لما بدها تلعب بتعمل تجربة، تعرفوا التجربة ثانيتين نشوف شو وضع ساندي بالتجربة، بس هيك لأخذ العلم بالشيء. إذا هذا هو رينجو، هاي هي ضربته، قريبة ضربته من شغلات تانية كتير. بس نجرب الألتي تبعه، فرجيني هيك الألتي تبعه بيعمل هيك. اوكي اذا هي اخفاء، لكن انا مختفي ماشي بيناتهم، ما حدا شايفني. يا سلام، طلعت منها، فت فينا، طلعت منها. اوكي فيري جود، اذا هذا هو ساندي. ما بتوقع ساندي ابدا مفيد بالكرة القدم، ما بتوقع. ولكن فينا نلعب بساندي مثلا بالمواجهة الحاسمة زوجي. تعالوا نشوف شو ممكن يعمل يطلع منه. مواجهة حاسمة زوجي لنشوف اذا ساندي ممكن يطلع منه شيء ولا ما يطلع منه شيء، ما بعرف. اللي عنده ساندي كمان يكتب لي. برجع بسألكم سؤال مهم جدا، عم تلعبوا الالعاب بشكل عام على جهاز اندرويد ولا اي او اس؟ حاب اعرف المشاهدين تبعي وين صفيانين اراضيهم بهالاشياء هاي. حاول نقتل هذا بسرعه، اقتلوا يا رفيقي، قتلناه، احسنت. يلا 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 يلا، وين جين جين وين تويتش معك، ليتس جو، ساعده. حلو، هون في واحد، خد هاي، خد هاي، نايس. رفيقه بده يفزع له، اختفيت، فوت يا رفيقي، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. كمان كمان بدي احلف من هون انا، كمل كمل كمل، يلا يا سلام. في لا تتركني، ليتس جو ليتس جو رفيقي. اوه
نايس. مواجهة الحاسمة، هحط اختفاء لبين ما نعبي طاقة. نعم نعم، اهرب اهرب يا حبيبي، اهرب يا روحي. ما بنخليهم ياخذوا هدول. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو، فايت 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 فايت. رفيقي لا 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 رفيقي، روح لعنده روح لعنده رفيقي. رفيقي تركهم ياخذوا النجوم، هذا غلط يا رفيقي يا حبيبي يا روحي يا قلبي. رفيقي ماله عم بيلعب بشكل فردي شوي. نحاول نستغل هلا انه نحن اثنين على واحد. رفيقي ليتس جو، يلا 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 يلا. حاول اعمل شيء كانه ضربي قليل ما له قوي كثير. ما عاشر فيه للخصم وعاشر رجل الالي، خلينا الرجل الالي يلحقهم شوي، يعمل لهم ضغط. حلو 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 حلو، وما تخليه هو الرجل الالي صار يلحقني لالي. وجيجي، اذا اول محاوله بساندي بناخذ فيها المركز الاول يا حبيبي. اذا المركز الاول برول ستارز، اول محاوله ساندي، والله طلع ما بوشي ساندي بالنمط هذا. بصراحه ححط العب مجددا، بس ما بعرف اذا بلعب مع نفس اللاعب ولا واحد تاني، ما عندي فكره، بس حبيت الوضع وفيه شويه تسليه. يلا نفس اللاعب ماشي الحال، ليتس جو ماي فريند. اول شيء نجمع كهرباء. قولوا لي شو احلى نمط عندكم ببرول ستارز. انا حسيت هذا النمط نمط الفورتنايت او نمط الباتل جراوند هو احلى نمط تقريبا. انا عم لملم كهرباء، رفيقي تحت عم بيقاتل، تعال نلم هي كمان منيحه. ما بعرف اذا بلحق لمها ولا لا، بحاول كمان. اوكي نروح لعند رفيقنا. رفيقي لا تخاف جاي لك، ليتس جو، انا انا وياك سوا. يا سلام الطحن الجماعي. في هذا الرجل الالي اذا قدرنا نقتله اتوقع انه كثير منيح. رفيقي ساعدني، ما في حدا. كايت كايت، مره سالوني شو معنى الكايت. الكايت يعني هي الشغله اللي عم ساويها هلا، انك عم تركض وعم تضرب ال بدي رجع رجع لورا. لا مش اخذ لنا الكهرباء. لا لا تفوت لك. يس 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 جاي لك. يا سلام يا سلام على الكيل. بدي استنى رفيقي ليموت ليعيش. مواجهة الحاسمة، يا سلام على الكيل. معي 18 كهرباء، 10 رفيقي ليكو. رفيقي لا وين فايت. في ما بقى ولا كهربائي وفايت يقاتل. والله وقتله لحاله. شو الرفيق مين هذا الكري، مين هذا الكري اللي فايت معنا وعم يربح الوينات. والترتيب صار 2 بساندي، يا سلام. ترتيب صار 2 بساندي، يا سلام على الساندي، يا سلام على الساندي. واخر محاوله نحكي فيها عن برول ستارز قبل ما ننهي. اصدقائي شو حابين تشوفوا مقاطع عن برول ستارز او شو الوضع؟ مثل ما قلت لكم اذا شفنا حماس، اذا انت لهلا مالك مشترك بالقناه، طبعا بالقناه في مئات المقاطع عن برول ستارز. تحب برول ستارز فيك ترجع عليهم وتتفرج عليهم وتستمتع قد ما بدك. طبعا شو حابين تشوفوا اشياء عن برول ستارز؟ دقيقة شوي بس خلص على هاد. شو حابين تشوفوا أشياء عن برول ستارز؟ يا ريت تكتبولي بالتعليقات هنا على اليوتيوب وليس على البث المباشر. على اليوتيوب، حتى لو أنت بالبث المباشر هلأ روح على اليوتيوب وكتب التعليقات مشان نعمل لها جرد كلياتها سوا. بس أخذ هاي. أوكي طبعا اذا ما لقينا دعم على المقطع مثل ما قلت لكم انتم يعني من واجبكم محبين برول ستارز، انا بعتقد انه هن قلال. بقى حاولوا تنشروا هذا المقطع لاصدقائكم، لاحبائكم، واتساب، فيسبوك، اي شيء بيخطر على بالكم، اي وسيله تواصل اجتماعي. المهم انه ينتشر المقطع ونشوف اذا ممكن نكمل باللعبه ولا لا. ولعيونكم هل حنقدر نجيب الفوق انتصار الثالث بالمركز الاول ولا لا؟ ما بعرف. اوكي ليتس جو. وو لعيون الشباب صار شيء عجيب. بعد ما رجعنا على برول ستارز
فتحنا صناديق، عملنا 3 مباريات بهذا النمط مع لاعب عشوائي من الانترنت، وجبنا لكم المركز الاول فيها. هي لعيون محبين برول ستارز، لعيون اللي كانوا بيشاهدونا من زمان. طبعا اللي بيحب يفوت على سيرفر ديسكورد فيه غرف لبرول ستارز، وفيها كتير لاعبين يلعب مع عالم، يتفرج يحكي يصير اشياء، وفي العاب تانية كتير. الرابط موجود بالوصف، كمان بيجيك منا التنبيهات اذا عملنا مقطع على اليوتيوب او عملنا بث مباشر. رابط القناه البث المباشر على تويتش موجود بالوصف، ورابط كمان اذا بتحبوا الانستغرام تبعي اذا بدكم تشوفوا صور شخصيه ما لها علاقه بالالعاب كمان موجود بالوصف. كل شيء موجود، اذا بدكم تلاحقوني عليه لاحقوني، ومقاطع برول ستارز بالقناه فيكم تشوفوها. كان معكم عمر اول جن جن وان، شكرا على السبسكرايب، شكرا على اللايك، شكرا على تفعيل الجرس، ومع السلامه.